رحت عند الغاديولوج قلت له فوالا جي ريسونتي كلك شوز او نيفو دو سان غوش ماذا بيا اون مامو قال لي قال لي مدام vous avez quelque chose il faut pas s'amuser avec ça quand on dit cancer le mot cancer on veut faire vite au maximum parce qu'on se dit les métastases ça va être rapide donc un cerveau à ce jour 20 millions رحت سبيطار مصطفى قال لي مدام ça fait exactement un an 12 شهور qu'elle est en panne درت لوبيراسيون كلش درت لا راديو ثيرابي عطاتني ندير راديو بولفيان رحت للسبيطار بون موالفه نديرو عندهم رحت للسبيطار مكسر درتو برا وسقام لي 13 مليون يتطلب داء السرطان العديد من التحاليل والاشعه التي تثقل كواهل المرضى وذويهم ويعانيو من لي زاناليز ما يصيبوش في السبيطار لا بلوبار دو تان يا با دو رياكتيف المرباه لو كانسير يفلسو كاين الاطباء الاطباء ايزون دو بون باي هي سون اتان دو كانسير ils sont à l'association عندنا باسكو خلاص لحقت لهم العظم الله غالب سي تري غار ان مالاد يقدر يروح يدير هاد لي زاناليز تاعو كامل في لي بريفي alors on est obligé d'attendre الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي أقرته الدولة سنة 2012 ممول من مداخيل الضرائب إلا أن هذه الأموال تعود كل سنة إلى خزينة الدولة دون أن يصرف لما أقر له طلبنا من وزارة الصحة أنه على الأقل يتم الإدراج بعض الأشياء التي يمكن اقتناؤها من هذا الصندوق ومن بينها مثلا هي لا بريفونسيون الوقاية الشيء الثاني هو معدات الراديو ثيرابي يعني لا مانتونوس الشيء الثالث هو لرياكتيف الكواشف تدخل لها واحد 3 ملايير سنويا ومثل 3 مليار دينار هذا لاستهلاك نسبيا واحد واحد ولا 2% نقص الكفاءات فيما يخص يعني لي سبيسياليست ان فينانسمون اي ان بودجي وي يعني في الخلاصه ثقل البيروقراطيه تفعيل هذا الصندوق وتوظيف مصادره في مصلحه المنظومه الصحيه